بيتروس ومايكون يتشاركان طبقا خاصا. بيتر كراوتش مهدد بالقتل من زوجته، وكريستيانو رونالدو يحمل 1,000,000 يورو بيد واحدة. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. بعد الفوز الأخير للنصر على العين بثلاثية في الدوري السعودي، ظهر البرازيليان بيتروس ومايكون لاعبا النصر في مطعم ياباني في العاصمة الرياض، وهما يتناولان طبق السوشي الشهير وأطباقا يابانية أخرى. وأرفق الثنائي البرازيلي تلك الصور بإيموجيز تدل على أن المطعم قد كسب زبائن من نوع خاص. لم يكن بيتر كراوتش يعلم بأن سحبه لقرعة كأس إنجلترا سيتسبب له بمشاكل مع والد زوجته. كراوتش كان هو من سحب القرعة التي أوقعت فريق مانشستر يونايتد في مواجهة غريمه ليفربول. زوجة اللاعب الإنجليزي السابق غردت بعد القرعة قائلة: أبي سوف يقتلك كونه مشجع لليفربول. بينما رد عليها بيتر مازحا: سأنام في الغرفة الاحتياطية. واتهمت أبي كلانسي زوجها بمحاولة إغضاب والدها المولود في مدينة ليفربول. على أثر العاصفة الثلجية التي ضربت العاصمة الإسبانية مدريد، طلبت إدارة نادي أتلتيكو من اللاعبين القدوم إلى التدريبات بسيارات رباعية الدفع، وهو ما قام به اللاعب البلجيكي كاراسكو، لكن بسيارة فيات باندا كان قد استعارها من أحد جيرانه. سيارة فيات باندا هي فعلاً سيارة رباعية الدفع، صنعت عام 1990 ويبلغ سعرها نحو 3,000 يورو، أي 2% فقط من الراتب الأسبوعي لكاراسكو. حب كريستيانو رونالدو للمجوهرات ليس بأمر جديد، لكن يبدو أن النجم البرتغالي قد أصبح من هواة امتلاك المجوهرات النادرة. رونالدو وفي ظهوره الأخير خلال حفل جوائز جلوب سوكر ارتدى أغلى ساعة رولكس في العالم، تجاوزت قيمتها نصف 1,000,000 يورو، وهي مصنوعة من الذهب الأبيض والألماس. كما ارتدى خاتمين من الألماس أيضا يتجاوز سعرهما 300,000 يورو، وسوار ألماسي بسعر 50,000 يورو.